السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل لكم النهاردة بقى دبس الرمان. الرمان موجود في السوق وسعره رخيص جدا. هنعمل منه دبس الرمان. دبس الرمان ده للناس اللي ما تعرفوش، احنا بنستخدمه كتير جدا في تتبيلات المشاوي، وكمان بنستخدمه في بعض السلطات، وبيخش في اكلات كتير قوي. هو مفيد جدا وبيدي طعم حلو قوي للحاجة اللي بنضيفها ليه. هو طعمه كده مزازة على مسكر، يعني هو حلو قوي. ده طبعا قوامه قبل ما يدخل التلاجة. هنعمل الرمان رخيص جدا، هنعمل يعني بكمية بسيطة من الرمان. البطرمان اللي انتوا شايفينه ده هيبقى موجود عندك في التلاجة، بيقعد مدة طويلة ما بيحصلوش اي حاجة، وبنستخدمه زي ما قلتلكوا في كل المشاوي، تتبيلة اللحمة، تتبيلة الفراخ، الكفتة، كل انواع المشاوي بتحط لها دبس الرمان، بتفرق جامد في طعمها. احنا هنا جايبين 2 كيلو من الرمان، انا فصصتهم وجهزتهم كده، محطتش عليهم اي حاجة، وحطهم في الخلاط. الرمان نفسه وانت بتفصصيه بيبقى فيه سوائل كده بسيطة جدا، هي دي اللي هنضرب فيها، يعني هنطحن بيها الرمان بتاعنا في الخلاط، مش هنضيف مية ولا هنضيف اي حاجة. ياريت كمان يكون الرمان لونه احمر قوي علشان يدينا اللون حلو. زي ما انتوا شايفين هنشغل الخلاط مرتين مش اكتر، احنا مش عايزين البذر بتاعه يتكسر علشان البذر ده بيدي مرارة. احنا عايزين ناخد بس اللي هو الرمان نفسه، مش عايزين البذر بتاعه. هنجيب مصفة ضيقة جدا جدا علشان نصفي بيها الرمان بتاعنا، نصفي بالراحة خالص ونشيل كل الشوايب دي مش عايزينها. عايزين الرمان بتاعنا يبقى صافي ما فيهوش اي تكتلات، ويبان بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. شايفين البذر سليم ازاي؟ لو طحناه كتير في الخلاط البذر ممكن يتكسر وبيدي مرارة في دبس الرمان، فاحنا نخلي بالنا انه احنا نطحنه بس مرتين مرتين بس كده، نشغل الخلاط ونطفي عليه على طول علشان ما نكسرش البذر بتاعه. انا هنا صفيت الكمية بتاعتي كلها، طبعا ما فيهاش اي اضافة مية، هحطها تاني، هصفيها تاني بالمصفى عشان ممكن يكون نزل اي حاجة وانا بصفيها اتأكد منها، لانه هي احنا مش هنصفيها تاني. بعد ما يستوي معانا دبس الرمان بتاعنا مش هنحتاج نصفيه خلاص. انا هنا هعاير معايا قد ايه من عصير الرمان، هيطلعوا حوالي 3 كوبايات، 3 كوبايات بالمج اللي هو 200 ملي ده، تمام. معانا 3 كوبايات، هنضيف لهم ايه بقى؟ هنحط لهم نص كوباية سكر، نص كوباية سكر، وهنحط لهم ربع كوباية من الليمون بس، مش هنحط اي حاجة تاني. يعني ده رمان عليه نص كوباية سكر وعليه ربع كوباية من الليمون. هنشغل النار كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي اول ما يغلي يطلع ريم على الوش كده زي ما انتوا شايفين. هنفضل نشيله بحذر بس ما ناخدش من الرمان حاجة، يعني نحاول ايه نخفف ايدينا خالص عشان ما نقللش من كمية الرمان. كل ما يغلي هيطلع الريم اللي انتوا شايفينه ده، لازم نشيله علشان ما يتفتفتش وينزل جوه الرمان ويدينا يعني ما يبقاش صافي كده لما يستوي. شايفين الكمية قد ايه؟ الكمية دي كلها تبتدي تخس زي ما انتوا شايفين كده، لسه بيطلع رغاوي كده، هنشيلها برضو. تمام، هو على نار متوسطة، شايفين قل ازاي؟ تقريبا بقى ربع الكمية اللي كانت موجودة. اول ما يعمل الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي كده، يبقى هو كده خلاص الرمان بتاعنا دخل في السوى. بعد ما يعمل الرغاوي دي هسيبه حوالي 2 دقيقة وانا واقفة جنبه، وبعدين هطفي عليه النار واسيبه يهدى خالص علشان افضيه في اي حاجة هتحفظيه فيها. وبعد ما برد انا جبت بطرمان وغسلته ونشفته كويس، اي بطرمان عندك او اي ازازة تقدري تحفظيها في التلاجة. ده قوامه قبل ما يدخل التلاجة، طبعا لما بيدخل التلاجة بيتقل اكتر. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو
حلو جدا جدا، وزي ما قلت لكم مش هتستغني عنه وتقدري تضاعفي الكمية.